السفير السعودي يكشف 4 ملفات تم مناقشتها في صنعاء. إليكم تفاصيل الخبر. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. كشف السفير السعودي لدى اليمن اليوم كواليس مباحثاته في صنعاء، وأوضح السفير في منشور على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي بأن اللقاءات التي عقدها مع قادة حركة أنصار الله تضمنت 4 ملفات، أبرزها تبادل الأسرى وتثبيت الهدنة، إلى جانب وقف إطلاق النار وبحث سبل حوار يمني وصولا إلى حل شامل ومستدام. ولم يصف آل جابر طبيعة اللقاءات هناك، لكنه اكتفى بإرفاق تغريدته بصورة يتوسط فيها المشاط ومحمد عبد السلام. وتغريدة السفير آل جابر تعد الأولى منذ وصوله صنعاء قبل يومين، حيث التقى بكبار المسؤولين على رأسهم مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، كما تعد بمثابة حسم للجدل الذي أحدثته زيارته الأخيرة والتوقعات بإعلان اتفاق.